الوحدات الصديقة الأرتالي أثناء مسيرها والمنشآت الثابتة من هجومات العدو الجوي على ارتفاعات حتى 1500 متر، وكذلك يمكن أن تستخدم لتحطيم الأهداف الأرضية والآعمة والثابتة. ويوجد من ضمن تشكيل هذه السرية عربة تشيلكا معصرنة مزودة بمنظومة الصواريخ أرض جو صاعق. والآن أمام المنصة الشرفية سرية العربات القتالية المضادة للطائرات بونزير أس واحد، وتتخصص هذه المنظومة لتدمير الطائرات والحوامات والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار التي تحلق بسرعة حتى 1000 متر في الثانية. وتتقدم الآن باتجاه المنصة الشرفية منظومة الصواريخ أرض جو متوسطة المدى بوك متعددة القنوات ذاتية الحركة ذات قدرة عالية على المناورة ومجهزة بوسائل مصممة لمواجهة المواقف الراديو إلكترونية المعقدة. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، من على يسار المنصة تتقدم وحدات من القوات البحرية في تشكيل استعراضي تتقدمهم الغواصة الونشريس